بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحابية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحدى بنات أعمام نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي قريبة من نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أحد أقاربه. هذه الصحابية الجليلة اشتهر بكنيتها أكثر من اسمها، وقد أسلمت في سن متأخرة، لم تكن من السابقين في الإسلام، وإنما أصبحت من المتأخرين في الإسلام، ورغم ذلك أصبحت إحدى صحابة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم التي رضي الله سبحانه وتعالى عنهن أجمعين. فالله جل وعلا رضي عن الصحابة وعن الصحابيات، وكانت إحدى الرواة عن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن هي هذه الصحابية الجليلة؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. عدنا إليكم بعد الفاصل إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات. وهذه الصحابية هي أم هانة بنت أبي طالب، وهي ابنة عم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأم هانئ اختلف في اسمها، فمن الرواة ومن كتاب السير من يقول أن اسمها فاختة بنت أبي طالب، ومنهم من يقول هي هند بنت أبي طالب، ولكن اشتهر بلقبها أكثر من اسمها، فاشتهر باسمها أم هانئ بنت أبي طالب. ولا شك ولا ريب أن أباها لم يكن على ملة الإسلام، ولكنه كان من أشد المدافعين لنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يسلم من أعمام نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا عمه حمزة وكذلك عمه العباس. وقد حاول نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقنع عمه أبو طالب بالدخول في الإسلام، ولكن لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى لم يدخل في دين الله جل وعلا، رغم دفاعه المستميت عن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد لاقى نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن له ربنا جل وعلا وبعث بالنبوة وأنذر بالرسالة، لاقى من كفار قريش ومن صناديد قريش ومن كبراء قريش الأذى الكثير، وكان ممن يقف معه ويسانده في هذه المحن وهذه الإحن هو عمه أبو طالب. وحاول نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتي من قوة أن يسلم عمه أبو طالب، ولكن لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى لم يسلم. فقال لنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن كانت له رغبة في الدخول للإسلام، ولكن الذي منعه من الدخول بالإسلام هو معايرة العرب له، لأنه دخل في دين نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما توفي عمه أبو طالب التي ابنته أم هانئ، حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، والذي زاد من حزنه صلوات الله وسلامه عليه أنها توفيت كذلك أم المؤمنين زوجه الأولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فسمي هذا العام بعام الحزن، لأنه توفي أعز اثنين لنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة، وهي زوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكذلك عمه أبو طالب الذي هو عمه وسنده، وكذلك أبو أم هانئ رضي الله عنها. فاصل ونواصل. عدنا إليكم أخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات. وقد ذكرنا قبل الفاصل أن أبا طالب وهو أبو أم هانئ كان من أكثر المدافعين لنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يرغب بدخوله في دين الإسلام، ولكنه لم يدخل في دين الإسلام لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على إثر ذلك حزنا شديدا،
وسمي بذلك العام بعام الحزن لأنه توفي عمه أبو طالب، علاوة على أنه لم يدخل في دين الإسلام، وكذلك زوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وهي قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يشفع لعمه أبي طالب، فكان أقل عذابا لأهل النار أنه له جمرتان تضع تحت قدميه يغلي بها دماغه. فابنته أم هانئ لم تكن من السابقين في دخول الإسلام، وإنما كانت من المتأخرين في الدخول الإسلام، حيث أن أم هانئ رضي الله عنها لم تدخل الإسلام إلا بعد أن يسر الله سبحانه وتعالى لنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن فتح له مكة المكرمة، لأنه من بداية الإسلام وكذلك من بداية هجرة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن أم هانئ على ملة الإسلام ولم تكن داخلة في دين الإسلام، ولكن بعد أن يسر الله سبحانه وتعالى لنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه مكة المكرمة، هنا دخلت أم هانئ في دين الإسلام، وكان زوجها هو هبيرة. ولكن عندما يسر الله سبحانه وتعالى للمسلمين فتح مكة وأعلنت أم هانئ رضي الله عنها دخولها في الإسلام، هرب زوجها هبيرة من مكة حتى لا يتمكن المسلمون من اللحاق به وكذلك من قيده وكذلك من أسره. فهنا بقيت أم هانئ على ملة الإسلام وأصبحت من صحابة وصحابيات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تعد من المتأخرين في الدخول للإسلام، لأن فتح مكة كان في السنة 9 من الهجرة، وعاش بعدها نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 2 حتى توفاه الله جل في علا. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفى في السنة 11 من الهجرة، وأم هانئ أسلمت في فتح مكة أي في السنة 9 من الهجرة، فلم تمكث مع نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تتعش في فترة حياة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم منذ إسلامها إلى وفاته صلوات الله وسلامه عليه إلا 2. فشهدت فتح مكة، وكذلك حال إسلامها شهدت فتح مكة، وكذلك حال إسلامها شهدت حج نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورغم أنها لم تسلم إلا في سنوات متأخرة من حياة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنها روت بعض الأحاديث عن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت من المقلين من الرواية لأحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أنها لم تسلم إلا متأخرة، وذلك بخلاف السابقين في الدخول للإسلام وكذلك الصحابة المكثرين من الرواية لأحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرواة لأحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم منهم المكثرين كأم المؤمنين عائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، ومنهم المقلين، ومن هؤلاء المقلين أم هانئ رضي الله عنها وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفيت أم هانئ رضي الله عنها بعد وفاة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في سنة 50 من الهجرة، رضي الله عنها وعن جميع صحابة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وإلى لقاء قادم مع صحابية أخرى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.